مترو الأنفاق هو عالم سحري تحت الأرض، حيث تحدث كل الأشياء، ولا توجد مغامرة تشبه الأخرى أبداً. حتى لو كنت خبيراً في وسائل النقل العام، فمن المحتمل أنك لم ترى الأشياء التالية التي شاهدها الناس في مترو الأنفاق. اتضح أن بيك فوت حقيقي بعد كل شيء، وهو يركب المترو تماماً مثل أي شخص آخر. أتساءل إلى أين كان هذا اليتي العملاق متجها، لأن النظرة المتأملة على وجهه تجعل الأمر يبدو كأنه يخفي حزنا بداخله. سيكون الأمر على ما يرام أيها الرجل الضخم. أتساءل عما إذا كانت هذه المرأة على علم بالاضطراب الذي يحدث في ركبتيها. لحسن الحظ لم يستطع أحد الركاب المذعورين مقاومة التقاط صورة لهذا المشهد الخارق. لا أعرف كيف انتهى الأمر بهؤلاء الأطفال الأبرياء هناك، لكنهم بالتأكيد يريدون الخروج الآن. من اللافت للنظر كم من الناس يبدو أنهم نسوا أنه على الرغم من وجود المترو تحت الأرض، إلا أنه لا يزال مكانا عاما بالتأكيد. من الواضح أن هذا الرجل ترك كرامته عند الباب عندما قرر ركوب القطار والقيام ب... حسنا، مهما كان هذا، أود أن أعتقد أنه يتجه إلى المنزل للتغيير بعد أن لبس ملابس ابنته بالخطأ، لكن بطريقة ما لا أعتقد ذلك. المغازلة في وسائل النقل العام ليست مثالية حقا، لكن هذا الرجل ذهب خطوة أبعد من بضع نظرات خاطفة بمحاولته جذب المرأة التي بجانبه. لماذا تسألها في موعد عندما يمكنك الحصول على واحد هناك مباشرة؟ أليس كذلك؟ بدون أي إطالة قام بإعداد مائدة عشاء بالورود وزجاجة النبيذ، لكنها لا تبدو منبهرة جدا. لا يوجد شيء أسوأ من مغادرة المنزل وإدراك أنك نسيت سماعات الرأس، ولكن لحسن الحظ كان هذا الرجل يحمل سماعة طبية تعمل بشكل جيد. مع تفادي الأزمة يمكنه الآن الاستماع بسلام. سيكون الدكتور دري فخورا حقا. يتنفس معظمنا الصعداء عندما يصل قطار بعربة فارغة، ولكن اصعد إلى هذا القطار بسرعة كبيرة وستواجه بعض الضيوف غير المرغوب فيهم. من الواضح أن هذه السرطانات كان لديها مكان مهم للوصول إليه، وعلى الأقل تركوا المقاعد خالية. لا شيء لرؤيته هنا يا ناس، مجرد امرأة عادية تأخذ موزها في رحلة لهذا اليوم. بعد كل شيء لا يوجد قانون يحظر ركوب الفاكهة الأليفة في المترو، وهم على الأقل مقيدون أيضا. تخيل أنك تقفز في القطار الليلي وترى هذا الشيء يحدق فيك. من الصعب تجاهل عيون حمراء متوهجة وأصابع طويلة بشعة، ولكن مهلا، إذا دفع سيد الظلام الأجرة فإنه يسمح له بالركوب مثل بقيتنا. أراهن أنه ذاهب إلى طريق الشر. ما لم تكن تعيش تحت صخرة منذ عام 2016 فستكون على دراية بإحياء الفيلم الشهير إت لستيفن كينج. بيني وايز المهرج الخياط هنا بالتأكيد ليس شخصا تريد الالتقاء به تحت الأرض. لا توجد عروس تتخيل أن ينتهي يوم زفافها بهذا الشكل. انتشرت هذه الصورة المأساوية التي تم التقاطها في مترو لندن في عام 2012 إلى أن تكلمت المرأة نفسها عن الشائعات من خلال توضيح أنها حصلت على تذاكر لمباراة كرة قدم بعد زفافها في ذلك الصباح بشرط ألا تغير ملابسها. كانت الصورة الحزينة في الواقع نتيجة شرب الكثير من الشامبانيا. هل تسمي نفسك قوطي إذا لم تركب المترو مع غرابك الأليف؟ من الواضح أن هذه الفتاة تفكر في الحالة المؤسفة للعالم في طريق عودتها من طقوس شيطانية، أو ربما ذهبت فقط لشراء البقالة. هذه الصورة مأساة حقيقية، ولست متأكدا من أن البيتزا ستبقى طازجة كما ينص الصندوق بعد الانزلاق إلى أرضية المترو القذرة. أتساءل ماذا حدث عندما استيقظت هذه المرأة؟ وهذا الرسم يتخيل حتى نهاية سعيدة حيث أقامت صداقة مع فتاة الغراب. أنت لا تعرف أبدا، عروس المترو، قوط الغراب، وسيدة البيتزا الطازجة، يمكن أن يصبحن فرقة ديستينيز تشايلد القادمة. لا يوجد دائما تفسير لبعض الأشياء الغريبة التي يرصدها الناس في المترو. فقط خذ هذه المرأة على سبيل المثال التي ترتدي قبعة خس مبهجة. اعتاد لاعب البيسبول الأمريكي بيب روث على ارتداء ورقة ملفوف طازجة تحت قبعته ليظل باردا خلال الجولات، ولكن ربما يكون هذا مجرد اختيار أزياء من المستوى التالي. يرتدي الناس بعض الملابس الغريبة في وسائل النقل العام، لكن لا أحد يستطيع أن يتفوق على هذا المظهر المذهل. هذا المخلوق من العالم الآخر هو في الواقع مصمم ومؤدي من مدينة نيويورك يعرف باسم مافن هاد، ويمكن رؤيته مرتديا نفس الزي هنا. كما تعلم مجرد زي غير رسمي لشراء بعض الحليب.
إذا حكمنا من خلال هذه الصورة، يبدو أن المترو يمكن أن يصبح أيضا آلة زمنية، حيث يبدو أن أينشتاين نفسه يركب على متنه. بعد إلقاء نظرة واحدة على ما يحيط به، أنا متأكد من أنه أعاد نفسه مباشرة إلى القرن العشرين. في بعض الأحيان، لا يوجد خيار آخر سوى ركوب المترو للوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه، حتى لو كانت تلك الوجهة عبارة عن حفلة تنكرية بطابع عائلة سيمبسون. ألق نظرة على مارج سيمبسون الشبيهة بالبشر وهي تركب مع بقيتنا، سيكون هذا زيا ساحرا للغاية لولا تلك الابتسامة المرعبة حقا. تناول الطعام في وسائل النقل العام فوضوي ومزعج، والوجبة الأخيرة التي تريد أن تتناولها أثناء التحرك بسرعة عالية هي وعاء من سباغيتي، أليس كذلك؟ هذا لم يمنع هذا الرجل من إزعاج الركاب من خلال التهام سباغيتي من خلال رأس عملاق من الورق المعجن، ولكن لدي الكثير من الأسئلة. قد يتعرف أي معجب حقيقي بهاري بوتر على هذا الرجل باعتباره الساحر المحبوب دامبلدور، لكن المتعة لا تتوقف عند هذا الحد. على مر السنين شهد شبيهون بطاقم العمل بأكمله وهم يركبون المترو، إليك سنيب، هاغريد، بروفيسور ماغانغول، وحتى هاري نفسه. ربما المنصة 9 و3/4 موجودة بعد كل شيء. بالنسبة لأي شخص لديه خوف من المهرجين، سيكون قطار الأنفاق هذا بمثابة كابوس كامل. إما أنه تم طرد كل رونالد ماكدونالد في أمريكا فجأة، أو أن هناك خللا في المحاكاة، لكن هذه مصادفة غريبة. الشخص الذي يقف وراء هذه البدلة الغريبة قد يكون الأكثر إبداعا على الإطلاق. من المدهش أن نرى الركاب الآخرين يتصرفون كما لو أن هذا أمر طبيعي، ولكن ربما تكون الأضواء الساطعة قد نومتهم مغناطيسيا. لست متأكدا مما كان يحاول القيام به، لكن يبدو تماما أنه سيناريو خطأ 404، إنسان غير موجود. إليك طريقة لتضمن لنفسك مقعدا في القطار خلال ساعة الذروة. التفسير المنطقي الوحيد هنا هو أن هذا الرجل اشترى هذا الكرسي الهزاز العملاق في وقت سابق من اليوم، وربما يجلس عليه في طريق العودة إلى المنزل، ما لم يكن بالطبع يحضره معه كل يوم. قد يكون السفر تحت الأرض متعبا وغير مريح في أفضل الأوقات، لكن يمكنني فقط تخيل صراع القيام بذلك ببدلة كاملة من الدروع. بالتأكيد قد يكون هؤلاء الرجال في طريقهم للعودة من حدث أو مسرحية في العصور الوسطى، ولكن تغيير الملابس كان من الممكن أن يجنبهم بعض التحديق الغريب. ليس من غير المألوف رؤية حيوان أليف لشخص ما يتنقل في المترو، لكني أرغب في معرفة القصة وراء هذه الصورة. بالحكم على ملابس هذا الرجل، يجب أن يكون حدث إحضار حيوانك الأليف إلى العمل، ما لم يكن هو الشخص المقيد والقنفذ الساحر هو المسيطر. بالحديث عن حيوانات أليفة غريبة، هل سمعت يوما عن ثعلب أليف؟ أو الأفضل من ذلك، هل رأيت واحدا يركب بسعادة في المترو؟ ربما يعاني هذا الثعلب من قلق خطير من الانفصال ويسافر مع صاحبه كل يوم، وهو ما يفسر بالتأكيد سبب عدم اهتمام السيدة له. ثعلب لطيف حقا. هذا الرجل هو لغز حقيقي. ما الأمر مع ألوان الحمار الوحشي على القنطور الأسطوري الكلاسيكي؟ وما هو الحدث الذي قد يتطلب مثل هذا الزي الغريب؟ ومع ذلك فإن السؤال الأكبر للجميع هو كيف سيمر خلال هذه البوابات؟ أراهن أن هذا الشاب المسكين لم يكن يتوقع ركوب القطار بعد يوم طويل، ويتبعه حشد من أطباء الطاعون الدبلي في القرن 17. من خلال مظهرهم فهم ليسوا أفضل الرفاق للمزاح مع الركاب أيضا. في بعض الأحيان لا يبدو الأشخاص الذين يستقلون المترو غير عاديين بشكل خاص حتى يفعلوا شيئا كهذا. نعم، لقد حاولت هذه السيدة حقا تمرير ورقة عبر قارئ البطاقات، والأمر المحير هو مدى صدمتها حقا عندما لم تنجح. للوهلة الأولى، هذه الصورة هي نتيجة حالة نسيان مأساوية، لكن كيف يمكن لأي شخص حقا نسيان ساقه الاصطناعية؟ ناهيك عن التمكن من المشي بدونها، يبدو أن هذا لغز كلاسيكي ضاع في مترو الأنفاق. هذا بالتأكيد ليس شيئا تتوقع أن تراه في تنقلاتك اليومية. أقنعة الأطفال المرعبة هذه تجعل هذه المجموعة من رواد الحفلات تبدو كأنها أطفال متضخمون حقا، ووجوههم الصاخبة هي في الحقيقة كوابيس مرعبة. ربما يجب بدء الإشراف على الكبار من الآن فصاعدا. يظهر مستوى عدم الانزعاج الذي عرضه الركاب الآخرون في هذه الصورة مدى تكرار حدوث أشياء غريبة ورائعة في وسائل النقل العام.
يجب أن يكون الطاووس واحدا من آخر الحيوانات التي تتوقع أن تصادفها في المترو، فهناك احتمال كبير أن يكون هذا الطاووس قد تم تحنيطه أو أنه طائر مدرب جيدا. هذا الطاووس ليس الطائر الوحيد الذي تخلى عن الطيران لصالح السفر عالي السرعة تحت الأرض، فقد تحقق من هذه الحمامة الذكية التي اكتشفت كيفية استخدام المترو للتجول في لندن بشكل أسهل قليلا. أتساءل أين تحتفظ ببطاقة التنقل الخاصة بها؟ أخذ هذا الرجل مسابقة أزياء عيد الميلاد في المكتب إلى المستوى التالي من خلال الظهور كشجرة كاملة مع الأضواء وسراويل جذع الشجرة، ولكني لست متأكدا من أنه فكر تماما لوجستيا للتنقل فيزيا طوله 9 أقدام لا يمكنك الرؤية من خلاله. ليس هناك الكثير لأقوله عن هذه السيدة العجوز وألعاب أولمبياد أطقم الأسنان الخاصة بها باستثناء كيف ولماذا. من المحتمل أن يكون هناك مكان لهذه الموهبة المتخصصة في مكان ما، لكن المترو قد لا يكون الأنسب. لا يعد المترو دائما وسيلة التنقل الأكثر موثوقية إذا كنت بحاجة للوصول إلى مكان ما على عجل، وفي بعض الأحيان يجب تقديم تنازلات. من الواضح أن هذه المرأة كانت تستضيف حفل عشاء مهم، وعندما يضيق الوقت ويوجد بصل يحتاج إلى التقطيع، هناك شيء واحد فقط لتفعله. إن مصادفة شخصية مشهورة في الخارج هي فرصة مثيرة للاهتمام، ولا شك أن معظمهم قد استخدم المترو في مرحلة ما، لكن راكبا واحدا حصل على أكثر مما ساوم عليه عندما اكتشف هذه المرأة. إذا كانت تلك الابتسامة الخجولة لا تذكرك بأي شيء، فربما هذا سيفعل، حتى أن حركة اليد نفسها. إذا كانت الصورة أفضل من 1000 كلمة، فأنا أريد أن أسمع القصة وراء هذه الصورة. هناك شيء ما حول التناقض بين تنكر الثعلب العملاق لهذا الرجل وملابسه العادية وحقائب التسوق التي تجعل هذا الأمر مزعجا للغاية، ويسعدني ألا أعرف كيف كان يبدو وجها لوجه. يجري الناس في ماراثون لندن في جميع أنواع الملابس المجنونة، ويبدو أن دعاة حماية وحيد القرن هؤلاء مثيرون للإعجاب، لكن رحلة العودة إلى المنزل تبدو بعيدة عن المثالية. تخيل مدى سخونة الجو هناك، إنه محظوظ فقط لم تكن ساعة الذروة. يبدو أن رؤية أشخاص يرتدون زي الحيوانات في المترو ليس أمرا بعيدا عن المألوف، ولكن هذا لا يجعل ملابس مثل هذه أقل إثارة للحيرة. إنسان حصان واحد يكفي، لكن 3 منهم بالتأكيد حشد. أرتجف عندما أفكر إلى أين يتجه هؤلاء الرفاق. لدى هذا الرجل بعض الجرأة المذهلة، بحيث يتنقل بشكل عرضي مع صديقته القابلة للنفخ. ألم يخطر بباله أبدا أنه يمكن تفريغها لجعل هذا الأمر برمته أكثر سرية، حتى أنه يمتلك حقيبة كبيرة بما يكفي هناك. آخر شيء تريد مواجهته في الساعة 8 صباحا في بداية الأسبوع هو هذا الشخص الذي يقرع على الطبل وينفخ في ديجيريدو مصنوع في المنزل من أنابيب بلاستيكية. أتساءل كم من الوقت استغرق شخص ما لكسر هذا الشيء إلى قسمين. قد تكون هناك قوانين معمول بها بشأن اصطحاب الكلاب في المترو، ولكن يبدو أن الطيور البرية موضوع رمادي. هذا رجل يجلس بشكل عادي مع نسر مرعب في حضنه. وماذا عن هذه السيدة العجوز التي تقرأ كتابا مع رفيقها الحكيم في السفر؟ في بعض الأحيان يحب الناس حيواناتهم الأليفة أكثر من اللازم، ولا تكون العروض العامة للعاطفة رائعة دائما. يبدو أن وقت الاستحمام لا ينتظر هذا الهامستر المحظوظ الذي لم يخجل صاحبه من لعق القارد لتنظيفه. على الأقل يبدو أنهما يستمتعان بذلك. المترو ليس أكثر وسائل النقل العام اتساعا، وقد وجد بعض الأشخاص طرقا لإبقاء الركاب المتعرقين على مسافة بعيدة من خلال إنشاء فقاعات الفضاء الشخصية الخاصة بهم مثل هذه. من الواضح أن الدقة ليس لها دور تلعبه في تصميم هذه الأجهزة. حدث خطأ ما هنا بتأكيد. لست متأكدا مما كانت تمارسه هذه الفتاة أو لماذا كانت تفعل ذلك في مترو الأنفاق، ناهيك عن الشراب الكبير في يدها. بشكل عام هذه الصورة لغز حقا، لكن ما أعرفه هو أن هذا الرجل حصل على إيقاظ وقح للغاية. ما هو أغرب شيء شاهدته على الإطلاق في مترو الأنفاق؟ أخبرني في التعليقات أدناه، وشكرا للمشاهدة.